بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سلام الله عليكم أصدقائي وأحبائي في هذا الدرس الجديد على قناتكم طريق المختلف. اليوم كما في كل حلقة أتيتكم بكود جديد لتطوير حسابات الفيسبوك، لكن هذا الكود مبرمج سواء للحسابات التي تقوم بنشر صور إباحية مثل هذه الصور. قبل أن نبدأ في الشرح، طلب مني أحد المتابعين الكرام لتطهير هذا الحساب الفيسبوك، وبالفعل قد قمت بتطهيره. ننتقل إلى الشرح. حسنا، سأقوم باختيار أي حساب مثل هذا الحساب. بعد ذلك نقوم بالإبلاغ. نقوم بوضع غير ذلك وبوضع هذا الكود، أتركه أسفل هذا الفيديو، وتخمين لقطة شاشة من بلاغي ثم إرسال إلى الفيسبوك للمتابعة والتحقق من هذا الحساب. أنتظر قليلاً. حسنا، نقوم الآن بالإبلاغ. الإبلاغ عن هذه الشخصية: هذا حساب زائف، تقديم للفيسبوك للمراجعة. نقوم بالإبلاغ. الإبلاغ عن هذه الشخصية: يتم مشاركة منشورات غير مناسبة أو عدية عدوانية، واضح جنسي أو عاري، وصور إباحية. تقوم باختيار واحد من هذه الخيارات وتقديم إلى الفيسبوك للمراجعة. حسنا، العملية الثالثة: الإبلاغ، استيراد أو إغلاق هذا الحساب، ثم نقوم بإغلاق هذا الحساب. حسنا أصدقائي، بهذه الطريقة نكون قد وصلنا إلى نهاية شرحنا لهذه الحلقة اليوم. أتمنى إنكم تشتركوا في القناة، وأترككم في رعاية الله.